وصفة اليوم شاورما اللحم بالبهارات التركية، كل اللي نحتاجه شرايح لحم ستيك رفيعة وسلطة الطحينة وطماطم مكعبات وشرايح بصل، بالإضافة للبهارات التركية حقولها لكم بالتفصيل، وزيت زيتون وعصير ليمون وكزبرة ناشفة وفلفل أسود وشوية بطاطس. أول حاجة نقطع اللحم شرايح رفيعة، وبعد كده حنضيف زيت الزيتون وحنضيف الماجي التركي، وأضيف مزيج الثوم، حضيف البهارات المملحة، وأضيف البهارات مزيج اللذاذة وبهارات البهار العثماني والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة، وحضيف شوية عصير ليمون وأضيف الملح. بعد كده أخلطهم وخليهم نص ساعة لساعة، وعلى صاج ساخن أبخخ زيت الزيتون بالليمون وأحط شرايح البصل أشوحها لين تحمر وأشيلها. بعد كده أحط اللحم وأبدأ أشوحه لين يستوي وتخرج مويته ويصير معايا جاهز. حجيبه في زبدية وأضيف عليه البصل والطماطم وحضيف سلطة الطحينة وبخلطهم، وببدأ أحطهم في خبز التورتيلا وأقفلهم بشكل محكم، وبعد كده بحطهم في السخانة أحمرهم ويصير معانا جاهز بهذه الطريقة. وعليكم بألف عافية.